بسم الله الرحمن الرحيم. السيد وزير الشغل والإدماج المهني سي محمد يتيم، السيد الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي السيد هانس هورس كونكولوفسكي، السيدات والسادة الرؤساء والمدراء العامون لمؤسسات الضمان الاجتماعي، السيدات والسادة الضيوف المحترمون، السيدات والسادة ممثلو الصحافة الوطنية، أيها الحضور الكريم، باسم جميع المؤسسات المغربية الأعضاء في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي وأصالة عن نفسي، يشرفني أن أتقدم إليكم بأسمى عبارات الشكر والامتنان على الحضور الوازن والكبير لممثلي مختلف مؤسسات الضمان الاجتماعي القادمين من جميع قارات العالم قصد المشاركة الفعالة في أشغال المؤتمر الدولي في نسخته 15 حول تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال الضمان الاجتماعي الذي تنظمه الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، مشكورة بدعوة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب. كما يطيب لي أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد وزير الشغل والإدماج المهني لقبوله ترأس حفل افتتاح أشغال هذا الحدث الباري. بالإضافة إلى ذلك، أغتنم هذه المناسبة المميزة للترحيب بالحضور الكريم أولاً في المغرب بلدي الكرم والضيافة وحسن وحفاوة الاستقبال، وثانياً في هذا المؤتمر الذي يعتبر محطة هامة للإطلاع على الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة للمؤسسات المشاركة. حضرات السيدات والسادة، في البداية أود الحديث عن ما يعرف بالثورة الرابعة، ألا وهي الثورة الرقمية هذه الأخيرة، ومقارنة مع سابقاتها تتطور بإيقاع متسارع ووفرة الإبداعات والابتكارات لم يسبق للبشرية أن شهدت مثله على مر التاريخ، وهو ما جعل هذه التحولات التي أنتجتها الثورة الرقمية تحدث انقلاباً في كافة المجالات وعلى مستوى مختلف في دول العالم، معلنة بذلك عن تغير جذري في أنظمة الإنتاج والتدبير والحكامة. إن جيل الطفرة السكانية التي ننحدر منه أصبح من المحتم فهم رهانات التحولات العميقة للثورة الرقمية بهدف مد جسور الحوار والتواصل مع جيل وثيق الصلة بالتكنولوجيات الحديثة، واتسمت فترته بوفرة الشبكات الاجتماعية وتأثيرها الواسع عليه. إنه جيل نساء ورجال اليوم والغد الذي ستصبح بالنسبة له كل هذه التكنولوجيات المتوفرة حالياً أمراً معتاداً وطبيعياً. إن خدمات مؤسساتنا ستكون أكثر من أي وقت مضى موجهة لفائدة هذا الجيل، وسيكون من الواجب علينا أن نتأقلم مع التحولات الكبرى الجارية بين جيلين مختلفين قصد توفير خدمات أفضل لهم. لقد انتشرت التكنولوجيات الجديدة في كل المجالات، ناسجة بذلك روابط أكثر عمقاً في الحياة اليومية للأفراد، ومؤثرة بشدة على أعرافهم وتقاليدهم. ونتيجة لذلك أصبحت التكنولوجيات الحديثة أمراً لا مناص منه في عالم اليوم، بدورها المحوري في مواجهة التحولات العميقة
التي جرت على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي خلال العقود القليلة الماضية. وليس سراً القول أن مآل التكنولوجيات الحديثة قد ساهم ليس فقط في خلق فرص جديدة في حياة البشر، وإنما أيضاً في بلوغ درجات عليا على سلم التنمية، مع ما رافق ذلك من تذليل للعقبات التقليدية المتعلقة بالوقت والمسافة. اليوم ومع هذا التقدم الكبير الذي أفرزته الثورة الرقمية على مستوى المعلومات والتواصل، بات لزاماً على أي مؤسسة أو إدارة مهما كان توجهها مراجعة أساليب العمل وطرق التدبير التي تنتهجها، ومواكبة هذا التطور السريع الذي بصم عصر التقنيات الحديثة. حضرات السيدات والسادة، كما سبقت الإشارة، فنحن نعيش اليوم ثورة تكنولوجية وجب حتماً أن يرافقها تحسين في التنظيم الإداري، وذلك من خلال تعزيز التبادل الإلكتروني للمعلومات، وكذا وضع رهن إشارة المرتفقين الخدمات الضرورية التي تتيح لهم ولوجاً سهلاً وسريعاً للمعلومة من خلال حواسبهم أو هواتفهم الذكية. إن تبادل المعلومات الآلي لم يعد حكراً على سوق الأوراق المالية ولا مجالاً خاصاً ببعض الفاعلين. إن المؤسسات العمومية التي توجد في خدمة ملايين المواطنين تقوم بمعالجة آلاف الحالات والطلبات، وتتبادل فيما بينها كميات هائلة من المعلومات، لذلك أصبح واجباً عليها أن تستجيب لعالم يتطلب مرونة أكثر وإنتاجية أكبر وفي طلب مستمر للابتكار. في عصر البيانات الضخمة بيج داتا، ما يعرف بالحوسبة السحابية كلاود كومبيوتينج، فإن مؤسسات الضمان الاجتماعي بحاجة أكثر من أي وقت مضى لاستغلال الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال، مع أخذ القدر الكافي من أثرها على طرق التدبير التي تنتهجها. ومما وجب تسجيله في هذا الصدد هو أنه على الرغم من أن برامج تمديد التغطية تتطلب استخدام أدوات إدارية معقدة ومصادر طويلة ومكلفة، إلا أن مؤسسات الضمان الاجتماعي قد عملت على الالتحاق ومنذ عدة سنوات بركب تحديث خدماتها ورقمنة مصادرها، وقد تجلت النتائج الأولى المترتبة عن رقمنة الخدمات والمصادر في تحسين نظام الضمان الاجتماعي بشكل عام، حيث مكنت من جهة من إرضاء الزبناء عبر توفير خدمات تستجيب لتطلعاتهم، فضلاً عن التحكم في مصاريف التسيير وفي آجال معالجة الملفات وتحسين سرية المعلومات وتعزيز تبادلها بين مختلف المؤسسات الوطنية والدولية من جهة أخرى. وقد أثبتت التكنولوجيات الحديثة مع توالي النتائج الجيدة التي برهنت عنها مكانتها في عالم اليوم، لتصبح أمراً لا محيد عنه بالنسبة للمسؤولين في مجال الضمان الاجتماعي، ويوماً بعد آخر بدت الضرورة ملحة لتوجيه استراتيجياتهم لتنزيل خدمات إلكترونية أكثر. ولعل أبرز مثال على ذلك هو إحداث البوابات الإلكترونية والتطبيقات الهاتفية التي تسمح للمستخدم القيام بالتصريح بالأجور والأداء عن بعد، كما تتيح له الولوج إلى المعلومة في أي وقت، فضلاً عن تتبع معالجة مختلف ملفاته، كل ذلك وأكثر من خلال الهواتف الذكية. ورغم ما بذل من مجهودات، فإن الطريق ما زال طويلاً، وعلى مؤسسات الضمان الاجتماعي أن تبذل جهوداً إضافية لكي ترتقي في مجال التحديث والرقمنة، بما يجعلها مستعدة
للتأقلم مع الابتكارات المستجدة باستمرار في هذا المجال، وذلك من خلال تبني أساليب تسيير فعالة واستراتيجيات حديثة. أيها الحضور الكريم، خلال هذه التظاهرة سنتطرق بشكل معمق إلى موضوعين لهما صلة مباشرة بعملنا اليومي. تخيلوا مستقبلاً، وبفضل آليات التشخيص المرتبطة بالإنترنت والتي ستكون متوفرة على ذاكرة تختزن معلومات عن المريض منذ ولادته، أن شخصاً مريضاً ذهب لزيارة طبيب في عيادته أو طبيب آلي، وأن الوصفة العلاجية أرسلت مباشرة إلى الصيدلية وإلى مؤسسة الضمان الاجتماعي في الوقت نفسه، وأن القرار والرد عليه سيكونان آنياً، فإن المريض لن يجد شيئاً لفعله سوى التكفل بعلاج نفسه بنفسه. إن ظهور ما يصطلح عليه بالذكاء الاصطناعي Intelligence Artificial المعلن عنه على أنه ثورة غير مسبوقة من حيث حجمها وسرعتها، أو عن أنه ظاهرة على وشك التأثير الكبير على حياة البشر، يقتضي تحولاً عميقاً في مجموع القطاعات. إن إدماج الذكاء الاجتماعي في منظومة العمل يستدعي انخراط مختلف الأطراف ذات الصلة بذلك، بدءاً من المصارح المكلفة بالزبناء والتسويق وحتى الإنتاج، وهو ما يشكل رهاناً حقيقياً لمؤسسات الضمان الاجتماعي التي لم يعد بإمكانها تجنب هذه الثورة الرقمية التي أصبحت تؤثر على عادات وسلوكيات وحاجيات المستهلكين الذين بدأوا ينحون باتجاه رفع شعار الرقمنة أولاً. وإذا كانت البيانات الضخمة قد ساهمت فعلياً وبشكل كبير في تطوير ممارسات وأساليب عملنا، فإنني أدعو لكم تخيل مدى الأثر الذي سيكون للذكاء الاصطناعي على العلاقة مع الزبناء. وفي سياق ثورة تكنولوجية ورقمية لم يسبق لها مثيل، وفي عالم متسارع دوماً، فإن النماذج المعتمدة حالياً ستصير بسرعة مهملة، ولتترك مكانها لأساليب أخرى ومبتكرة وغير منتظرة وفي تجديد مستمر. بالتأكيد هذا التغيير لا يخلو أن يحمل في طياته مخاوف وقلق، لكنه يفتح لنا أيضاً آفاقاً مذهلة تحثنا على الانخراط أكثر في هذا التحول الرقمي وبدء مشاريع مبتكرة تمكن من اتخاذ خطوة في هذا الانتقال التكنولوجي. وفي هذا الصدد يمكنني تقديم قارتنا الإفريقية كنموذج، إذ أن تكنولوجيا المعلومات والاتصال تشكل بالنسبة لها كما نعلم جميعا رافعة جد مهمة لإيجاد حلول مبدعة وأساسية في ميدان الضمان الاجتماعي، وقد مكنت هذه التكنولوجيات من تحسين كفاءة المؤسسات من خلال تقليص مصاريف التسيير وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى توسيع التغطية لتشمل فئات جديدة عريضة. هناك بالطبع تحديات يتعين التغلب عليها في هذا النهج، مثل تلك المتعلقة بجودة أنظمة الضمان الاجتماعي وإتقان الأنظمة التقنية المقعدة وجودة الخدمات المقدمة من قبل مقدم الخدمات من خلال البنية التحتية التكنولوجية الوطنية، بالإضافة إلى تدبير البيانات الذي أضحى نشاطاً أساسياً في مؤسسات الضمان الاجتماعي المعاصرة، بالإضافة إلى مسألة الأمن الإلكتروني. حضرات السيدات والسادة، إن هذا المؤتمر لا يعتبر فرصة للتأكيد على الدور الرئيسي للتكنولوجيا الحديثة في ميدان الضمان الاجتماعي، وتعميق النقاش أيضاً حول مواضيع مهمة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وانعكاساتها على مهننا. كما يعتبر أيضاً فرصة للمؤسسات المشاركة لاطلاعنا على الاستراتيجيات والسياسات التي تم انتهاجها قصد التطوير المستمر للأساليب المعمول بها في هذا المجال، وكذا وصف المقاربات الأكثر ملائمة للتنزيل السليم والناجح
للخدمات الإلكترونية لهذه المؤسسات. حضرات السيدات والسادة، إذا كنا قد اجتمعنا اليوم في هذا المؤتمر فذلك للحديث عن المستقبل، عن مستقبل ليس سوى الحاضر، ولأننا مقتنعون أنه أصبح من الضروري اليوم في مجال الضمان الاجتماعي البحث عن النجاعة وليس فقط عن الفعالية، وبالتالي التأقلم مع هذه الموجة التكنولوجية غير المسبوقة وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، ذلك لأنه من واجبنا الاجتماعي أن نسعد زبناءنا من خلال تقديم خدمات لهم عالية الجودة. وختاما، لا يسعني إلا أن أتمنى لكم مقاما كريما بيننا، وأن أدعوكم للاستمتاع بالجو المعتدل بالمغرب، ولتقضوا لحظات سعيدة في اكتشاف مدينة الدار البيضاء القاطرة الاقتصادية والصناعية للمغرب. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا.